مشاهدينا الكرام وسعيتم مساء، اهلا بكم الى نشرة الخامسة ونستهلها بالعناوين. النسخة 14 لكأس إفريقيا للأمم لكرة القدم لأقل من 17 عاما تنطلق بعد قليل من ملعب نيلسون مانديلا بمشاركة 12 منتخبا، والفريق الوطني يفتتح مشواره بمواجهة نظيره الصومالي بدءا من 8 مساء. راهن وسبل تطوير القطاع السينمائي في الجزائر ضمن الجلسات الوطنية حول الصناعة السينماتوغرافية. العاصمة المالية باماكو تحتضن أشغال المائدة المستديرة حول العلاقات التاريخية التجارية والثقافية بين منطقة توات ومالي. دولياً، العاصمة الهولندية أمستردام تشهد مظاهرات احتجاجية للجالية المغربية تنديداً بالقمع والاعتقالات التعسفية للمخزن وإمعانه في امتهان الشعب المغربي. ونتابع في المشهد الثقافي، الجزائر بمكنوناتها الطبيعية وزخمها الثقافي حاضرة بمعرض باريس الدولي وسط توافد لافت للزوار لاستكشاف التنوع الحضري للبلد القارة. أهلا بكم من جديد. البداية بالحدث الرياضي القاري، النسخة 14 لكأس إفريقيا للأمم لكرة القدم لأقل من 17 عاما الذي تحتضنه الجزائر ابتداء من مساء اليوم بمشاركة 12 منتخبا، حيث سخرت كل الظروف لإنجاح هذه الطبعة بشهادة كل المنتخبات المشاركة. حفل افتتاح البطولة سيقام بملعب نيلسون مانديلا ببراقي بالجزائر العاصمة في حدود الساعة 6:30 مساء، لتعطى صافرة بداية المباراة الافتتاحية بالملعب ذاته بين منتخبنا الوطني ونظيره الصومالي الذي يشارك لأول مرة في تاريخه برسم الجولة الأولى عن المجموعة الأولى في الساعة 8:00. ويمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة حفل الافتتاح على القناتين الأولى والسادسة للتلفزيون الجزائري، فيما تنقل المباراة الافتتاحية بين الجزائر والصومال على القناة الأولى. هذا وسيدخل المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة المنافسة بنية تحقيق انطلاقة قوية، لا سيما وأنه من أبرز المرشحين لنيل اللقب. ومن قلب الملعب التحفة نيلسون مانديلا يلتحق بنا أنيس مزيان. أنيس، ضعنا في المشهد قبل انطلاق فعاليات الحدث الرياضي القاري. مساء الخير بك، مساء الخير بالجمهور الرياضي الكريم. إذن مثلما نستمع، التجارب الأخيرة تقام هنا في ملعب نيلسون مانديلا، هذا الملعب التحفة الذي سبق وكان رائعا وجميلا، وكان يعني إشادات الجماهير وإشادات الوفود الإفريقية في النسخة الأخيرة من الشان لا هي خير دليل على أن هذا الملعب فيه كل المواصفات لاحتضان منافسات عالمية وليست قارية فقط. إذن مثلما نستمع، كانت هذه التجارب الأخيرة لسماع النشيد الوطني قبل ساعة ونصف على حفل الافتتاح الذي سيدوم حوالي 17 إلى 20 دقيقة، وستكون فيه صور وتعابير تؤكد على صورة الجزائر، وستكون هناك مختلف الطبوع الفنية في الجزائر الكبيرة من الشرق إلى الغرب من الشمال إلى الجنوب، صور يعني ترمز إلى إفريقيا، وعلى أن الجزائر هي بوابة إفريقيا، وبالفعل صارت بوابة إفريقيا حتى رياضيا، بما أنها في آخر السنوات احتضنت العرس المتوسطي في وهران وكان رائعا في مدينة الباهية، ثم احتضنت الشان الذي بدأ هنا في ملعب نيلسون مانديلا، والإشادات كانت خير دليل على نجاح هذه النسخة. والآن محطة أخيرة، محطة لتأكيد على أن الجزائر تفكر بعيد المدى، تفكر على أنها يعني حاضرة لاحتضان منافسات عالية. يعني الكل ينتظر حفل الافتتاح يعني وبداية هطول الأمطار، إن شاء الله تكون أمطار الخير والبركة، ويأتي معها الخبر السار وهو فوز المنتخب
المنتخب الجزائري في أول مباراة التي ستكون على الساعة 8 أمام المنتخب الصومالي. أكيد على أن أشبال رزقي رمان واعون بحجم المسؤولية، رفقاء مسلم أناطوف سيشاهدون حفل الافتتاح ثم سيقومون بزيارة حول المدرجات. نعم شكرا لك إذا أنيس مزيان، كنت معنا مباشرة من ملعب نيلسون مونديلا ببراقي. إذا كل التوفيق لمنتخبنا الوطني في مباراته الأولى. هذا وعقد أمس رئيس اللجنة المحلية لتنظيم كأس إفريقيا للناشئين جمال مربوط ندوة صحفية رفقة نائب رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم سليمان وابيري والأمين العام لهيئة القارية فيرون موسونغو أومامبا، أكدوا فيها جاهزية الجزائر لاحتضان العرس القاري. ستكون إن شاء الله كأس أمم إفريقيا هذه النسخة الحدث المرموق، ونحن فخورون بالثقة أن نكون الدولة المضيفة. نحن ندرك المسؤوليات التي منحنا إياها الكاف، ونعمل لجعل هذا الحدث نجاحا حقيقيا لجميع المشاركين ولجميع مشجعي كرة القدم في إفريقيا وكذلك حول العالم. نحن مقتنعون في جعل هذه النسخة من الكأس حدثا لا ينسى للجميع. الجزائر ستنجح في احتضان كأس الأمم الإفريقية لأقل من 17 سنة مثلما نجحت في الشان والمنافسات التي قبلها، وكل الأمور تتماشى والمعايير الدولية. كما اتخذت قيادة الدرك الوطني كل الإجراءات والتدابير من أجل تأمين هذا الحدث الرياضي الإفريقي من كل جوانبه. في إطار احتضان الجزائر لبطولة كأس إفريقيا للمنتخبات أقل من 17 سنة التي ستجري فعالياتها ببلادنا خلال الفترة الممتدة من 29 أفريل إلى غاية 19 ماي 2023، قيادة الدرك الوطني وضعت كل الترتيبات اللازمة واتخذت كل الإجراءات من أجل تأمين هذه التظاهرة وإنجاحها، حيث تتواجد وحدات أمن الطرقات عبر كافة شبكات الطرقات الواقعة ضمن اختصاص الدرك الوطني والمؤدية إلى الملاعب من أجل تسهيل حركة المرور وجعلها أكثر انسيابية وضمان تنقل المناصرين من وإلى الملاعب التي ستحتضن مختلف المباريات. رياضة دائما أقصي اليوم شباب بلوزداد من منافسة رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم بعد انهزامه أمام فريق ماميلودي سان داونز من جنوب إفريقيا بنتيجة 2-1 في إياب الدور ربع النهائي. ولحساب الدور نفسه من رابطة أبطال إفريقيا يواجه سهرة اليوم ممثل الجزائر الثاني فريق شبيبة القبائل نادي ترجي الرياضية التونسي بملعب رادس بتونس، فحظ موفق لممثلي الجزائر. في إطار الإعداد لمشروع قانون الصناعات السينماتوغرافية في الجزائر افتتحت اليوم بالمركز الدولي للمؤتمرات الجلسات الوطنية حول سياسة الصناعة السينماتوغرافية في الجزائر بإشراف وزيرة الثقافة والفنون وبحضور عدد من أعضاء الحكومة ومستشاري رئيس الجمهورية ورئيس سلطة ضبط السمعي البصري وكذا مختلف الفاعلين السينمائيين والباحثين والخبراء الذين سيناقشون على مدى يومين راهنة وسبل تطوير القطاع السينمائي في الجزائر. الهدف منها بطبيعة الحال هو أولا مناقشة وإثراء قانون الصناعة السينمائية في الجزائر، ولكن أيضا وضع الخطوط العريضة للاستراتيجية الوطنية، استراتيجية استشرافية في مجال السينما. كما تعلمون هذه الورشات ستكون حول موضوعات شتى أهمها الإبداع والجمهور، آليات تموين ودعم السينما، الصناعة السينماتوغرافية والاستثمار في هذا المجال، التكوين والتمهين وكذلك الإنتاج واستغلال السينمائي في الجزائر. في التعاون انطلقت اليوم بالعاصمة المالية باماكو أشغال المائدة المستديرة حول العلاقات التاريخية التجارية والثقافية بين منطقة توات ومالي. المائدة والمستديرة تنظمها سفارة الجزائر بمالي بالتنسيق مع معهد الدراسات أحمد بابا بتومبوكتو وجمعية أصدقاء الجزائر بمالي التي يترأسها ألفا كونتا،
وجرى التشغال والافتتاح بحضور سفير الجزائر بمالي وأعضاء من الحكومة المالية وشخصيات تاريخية من البلدين. على خلفية تدهور الأوضاع الاجتماعية الإنسانية والحقوقية، تشهد العاصمة الهولندية أمستردام مظاهرات احتجاجية للجالية المغربية تنديدا بسياسة القمع والاعتقالات التعسفية المنتهجة من قبل نظام المخزن الذي يمعن في إذلال الشعب المغربي وعدم اكتراثه لانشغالات المواطن المغربي والتضييق على الجبهة الاجتماعية. هذا فيما يطالب المحتجون بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير في ظل التدهور الخطير لأوضاع حقوق الإنسان في البلاد، إلى جانب الظلم والتعسف وتدني الأوضاع المعيشية. على سبيل المثال مدينة طنجة وتطوان والريف الشرقي بركان وإلى آخره، المسيرة اليوم هي كارية احتجاجية، مسيرة الشجب والتنديد باستمرار ممارسات النظام المغربي، النظام الاحتلال، ممارسات خطيرة جدا في حق الشعب الريفي. كما تابعتوا أن في مدة 3 سنوات تم تهجير أزيد من 60,000 ريفي إلى الأراضي الأوروبية، واعتقال أجود شباب ريفيين مناضلين ريفيين، اعتقال موضع في السجون وحكم عليهم أحكام قاسية بهتانا 20 سنة كدومات ناصر الزفزافي. إذا هذه مسيرة ناصر الزفزافي، مسيرة محمد جلول، ومسيرة الحكي، ومسيرة أحمد جيغ، ومسيرة بشير أعلوي الذي حكم كذلك 3 سنوات سجن النافذة في مدينة ناظور. تحت شعار بيئة عمل آمنة وصحية حق أساسي، انطلقت بالعاصمة اليوم فعالية اليوم العالمي للسلامة والصحة في العمل في طبعته 19 عبر حملة توعوية تهدف إلى لفت انتباه المجتمع الدولي للتوجهات الناشئة في مجال السلامة والصحة في العمل. الحفاظ على العامل اللي هو الحلقة الأساسية في الموضوع، الحفاظ على العامل من خلال تكفل كل الأطراف المعنية به، سواء أرباب العمل أو السلطات العمومية أو التشريع الجزائري أو النقابات، لأنه الفائدة الأساسية هي العامل. لما ننتقلوا من 47,555 حادث عمل إلى 42,916 حادث عمل، فهذا الانخفاض تاع 10% هو مجهود وطني. المحور الأول والأساسي وهو الصحة الجوارية الوقائية التي تسمح بتفادي أخطاء في العمل وتوفير الشروط الأساسية للعمل بالصحة الاجتشفائية وبكل ما هو مجال لتكفل بالعمل، ثم مجال آخر وهو البحث لتطوير أساليب التكفل بالعمل. في قطاع الموارد المائية، جهود كبيرة تبذلها الدولة من أجل توفير المياه الصالحة للشرب وضمان ديمومة توزيعها، وهو ما أكده وزير الري طه دربال خلال افتتاح أشغال الملتقى الوطني لإطارة الري وعصرنة تسيير الخدمة العمومية للمياه، مشددا على ضرورة التجند لاستكمال المشاريع المبرمجة ومتابعة ما يتم إنتاجه حاليا من المياه. الوضعية نأكد أنها لا تدعو للقلق، وأؤكد الشيء هذا كلام مبني على أرقام، مبني على أسس، نحب نأكد شيء، لكن لا يمنع أنه تكون تذبذبات نظرا لأقول نقص التساقط المطرية، لأنها أصبحت ظاهرة الآن. فيه استثمارات تنجز كما تكلمنا على محطة التحلية، وكذلك فيه مناقب دائما رانا متجهين كذلك للمياه الجوفية بصفة عامة. فيه استراتيجية واضحة المعالم لا يشوبها شائبة من أجل القضاء نهائيا، أو إن صح التعبير من أجل تكفل أمثل بالخدمة العمومية للمياه. هذا وتدعمت ولاية سيدي بلعباس بعدد من المشاريع التنموية على غرار قطاع الموارد المائية الذي يشهد تجسيد المخططات المسطرة ضمانا لتحسين مستوى تزود الساكنة بهذه المادة الحيوية والحد من مشكلة التذبذب. يقول محمد سلمي.
تزويد الساكنة بالماء الشرب والقضاء على مشكل التذبذب في التموين هي من بين البرامج التنموية التي تسعى ولاية سيدي بلعباس إلى تجسيدها في الميدان من خلال إطلاق عديد المخططات الاستراتيجية منها والاستعجالية. عند بكري كانت 15 يوم 20 يوم بهجي دروك راهي اون فوا بار 3 جور جيسكا بريزون سي بون. الحمد لله الناس راها كافيه وزعما خير من اللي كنا ما شاء الله الله يبارك. ثلاث ايام خير من اربع ايام وخمس ايام شو احنا ماذا بينا الماء يولي كما كان يجي كل يوم خير. مشاريع امتدت لتصل الى المناطق الريفيه التي كانت تفتقد بالامس القريب الى هذه الماده الحيويه. هناك بعض المشاريع ان شاء الله راح نستلموها كذلك عن قريب وهو اعاده الاعتبار لشبكه المياه على الشرب لبلديه تلاغ ومزاورو وتغليمات. هذه يعني راح ان شاء الله تحسن التوزيع من 1:5 الى 1:2 انطلاقا من تحويل الشط الشرقي. مجمل القول ان احتياجات المواطن من هذه الماده هي شغلنا الشاغل ونعمل يوميا بالتقريب في هذا الاتجاه. سوف نحاول بقدر الامكان ان نؤمن المواطن من هذه الماده الحيويه خلال هذه الصيفه ونوضع تصور للسنوات المقبله ان شاء الله. يذكر ان العمليات التي هي في طور الانجاز بسيدي بلعباس عددها 5 والتي سيتم تسليمها على مراحل قبل نهايه السنه الجاريه. ونظرا لقلة الأمطار في معظم ربوع الوطن وعملا بسنة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم أقيمت صباح اليوم شعيرة صلاة الاستسقاء عبر كافة مساجد الجمهورية. محمد عيشي. دعاء وتذرع لله عز وجل من أجل إغاثة البلاد من شح تساقط الأمطار في شعيرة صلاة الاستسقاء التي أقيمت عبر كافة ربوع الوطن. نسأل الله عز وجل أن يغيثنا وينزل علينا الماء ونحن نفتقر إليه. فعلينا بالشكر والزيادة من الله تبارك وتعالى. لازم للناس يجتهدوا في عبادة الله. الصلاة تبعتها خطبة تدعو إلى الإنابة للمولى عز وجل والتصدق على الفقراء والعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فيبغي على الإنسان أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يعود إلى الله وأن يرد المظالم إلى أهلها وأن يقوم بالليل وأن يصوم بالنهار. عل الله عز وجل أن يغيثنا غيثا نافعا يا أرحم الراحمين. فاللهم غيثا نافعا للبلاد والعباد اللهم استجب. تعزز قطاع الشؤون الدينية والأوقاف بولاية غليزان بعدد من المشاريع على غرار مشروع المسجد القطب الذي كان محل معاينة وزير القطاع يوسف بالمهدي الذي كشف أنه سيسلم شهر نوفمبر المقبل، مشددا بالمناسبة على ضرورة احترام أجال إنجاز المشاريع التابعة لقطاعه بالولاية. تفقد هذا المشروع الذي عرف تأخيرا كثيرا كبيرا وطويلا، يعني كان يفترض أن يستلمه المواطنون ويستفيدوا من خدماته منذ مدة، ولكن مع الأسف الشديد وقعت هناك تغييرات ووقعت هناك يعني عراقيل ووقعت هناك أشياء طبعا خارجة عن إطار الذي نحن فيه الآن. وستكون هناك طبعا يعني رفعنا التحفظات مع السيد الوالي، رفعنا كل العوائق، ويعني سنباشر إن شاء الله ابتداء من هذه اللحظة الانطلاقة الجديدة لكي نتم هذا المشروع إن شاء الله في أقرب الأجل ونفتحه إن شاء الله في مناسبة قريبة جدا اللي هي مناسبة أول نوفمبر إن شاء الله. حزبيا أكد اليوم الأمين الوطني الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش ضرورة إشراك كل الكفاءات بما فيها الكفاءات الجزائرية بالمهجر. جاء ذلك خلال ندوة حول القدرة الشرائية وحقوق العمال والحرية النقابية في ظل الراهن الدولي عشية اليوم العالمي للعمال بمشاركة أساتذة وخبراء في الاقتصاد.
دوليا وفي الشأن الصحراوي، دعت مجموعة البريكس في ختام اجتماع لها بجنوب إفريقيا في بيان مشترك إلى حل سياسي وفوري يضمن حق تقرير المصير للشعب الصحراوي وفقا لقرارات مجلس الأمن. كما أعرب نواب وزراء خارجية دول البريكس والمبعوثون الخاصون للشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن دعمهم الكامل لجهود الأمم المتحدة وتنفيذ بعثة الأمم المتحدة المينورسو للاستفتاء في الصحراء الغربية التي من شأنها معالجة إحدى قضايا إنهاء الاستعمار المتبقية في القارة الإفريقية. وفي سياق متصل، أكد المشاركون دعمهم الكامل لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية ستيفان دي ميستورا في الدفع بالعملية السياسية بما يؤدي إلى استئناف الحوار بين الأطراف المعنية. أعلنت نقابة أطباء السودان اليوم ارتفاع عدد القتلى من المدنيين إلى أكثر من 500 شخص و2023 مصابا، فيما تسببت الاشتباكات في نزوح ما لا يقل عن 50,000 لاجئ من العاصمة السودانية الخرطوم. هذا وجدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التأكيد على ضرورة احترام طرفي النزاع في السودان لاتفاق وقف إطلاق النار. من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع أعرب عن استعدادهما لمناقشة اتفاق دائم لوقف إطلاق النار بما يجنب البلاد وشعبها مزيدا من المآسي والخسائر. نختم بالمشهد الثقافي، حيث يشهد جناح الجزائر بمعرض باريس الدولي إقبالا كبيرا للزوار للتعرف على الحرف التقليدية الجزائرية التي يعرضها أزيد من 20 حرفيا مشاركا. تقول نسرين دحمان: التمور الجزائرية الفاخرة حاضرة بهذا الجناح الذي عرف إقبالا للزوار من مختلف الجنسيات لتذوقها واقتنائها. لوحات حرفية متنوعة بأنامل منتجين جزائريين وبلمسات معاصرة تلبي أذواق الزوار بمعرض باريس. دخلنا لي كولور جدد، باستيل كيما البلون كيما الباج كيما الكري، هادو ما كانوش عندنا، باسكو انا رانا نتبعو دركا لا ديكوراسيون مودرن و فوالا لو ستيل اوروبيان لو ستيل مودرن مونديال كاع ولا هكذاك ماشي كيما زمان. نضفي الوان زاهيه باشكال مختلفه للتزين بها خاصه في المناسبات السعيده، وهي موجهه لاخر صيحات الموضه. الجزائر حاضرة بمنتوجات ذات نوعية، هناك منتوجات معاصرة ومستخلصات طبيعية، وهذا شرف للجزائر. وتبقى الحرف الجزائرية راسخة تتوارثها الأجيال جيلا بعد جيل، حفاظا على الموروث الجزائري والتعريف به في مختلف المحافل. الخامسة تمت، قبل أن نفترق قراءة ثانية للعناوين. النسخة 14 لكأس إفريقيا للأمم لكرة القدم لأقل من 17 عاماً تنطلق بعد قليل من ملعب نيلسون مونديلا بمشاركة 12 منتخباً، والفريق الوطني يفتتح مشواره بمواجهة نظيره الصومالي بدءاً من 8 مساءً. راهن وسبل تطوير القطاع السينمائي في الجزائر ضمن الجلسات الوطنية حول الصناعة السينماتوغرافية. العاصمة المالية باماكو تحتضن أشغال المائدة المستديرة حول العلاقات التاريخية التجارية والثقافية بين منطقة توات ومالي. دولياً، العاصمة الهولندية أمستردام تشهد مظاهرات احتجاجية للجالية المغربية تنديداً بالقمع والاعتقالات التعسفية للمخزن وإمعانه في امتهان الشعب المغربي.
وتابعنا في المشهد الثقافي الجزائر بمكنوناتها الطبيعية وزخمها الثقافي، حاضرة بمعرض باريس الدولي وسط توافد لافت للزوار لاستكشاف التنوع الحضري للبلد القارة. شكرا لكم على كرم الإصغاء والمتابعة، ألقاكم بخير.